وهو أداء الذي يتباهى به كل الأمم في هذا الزمان. رياضة رياضة رياضة، ياس، الرياضة أخذت عقول الشباب والنساء والرجال والأطفال. إن لم يكن هناك رياضة في هذا الزمان فلا فضائيات ولا حياة على الإطلاق. اليوم رياضة شعب فلسطين ستصل كل العالم، ستصل أمريكا وأوروبا وفلسطين والصين. ومعنا اليوم الحمد لله رب العالمين ممثلين عن الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى. الفرد الفلسطيني مميز وسيكون مميز بطعم الزيتون والزعتر والميرمية إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونرحب اليوم بأساتذة كرام معنا لهذا اليوم، رئيس اللجنة المساندة للاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى في أمريكا، الأستاذ ناجح الزغلول من ترمس عيا فلسطين، والأستاذ إبراهيم هنية الناطق الإعلامي باسم اللجنة والسكرتير، وكذلك نعتذر عن غياب الدكتور علي أبو هلالة اللاعب الأولمبي السابق، وكذلك من اللجنة الأستاذ سامي مهدي والأستاذ يوسف عبد الله. لكم جميعا منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. نعم، ارفع صوتك شوي لو سمحت. حياك الله أستاذ ناجح الزغلول، كيف تقدم لنا هذا اللقاء اليوم وتسلم على الجالية الكريمة، ومن أنتم؟ تفضل مشكورا. أولا أقول للإخوة المستمعين والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا. أولا أود أن أبعث بتحية إجلال وإكبار لأهلنا في قطاع غزة، غزة العزة، رحم الله شهداءنا الأبرار، ونطلب من الله العلي الكبير الشفاء العاجل لجرحانا. طبعا أخي أبو العابد والكلام الجميع، لقد جاءت خطة الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى بتشكيل لجان مساندة في جميع محافظات الوطن وأيضا في جميع دول العالم، وذلك لنشر اللعبة بين أبناء شعبنا الفلسطيني في المهجر، وذلك بهدف البحث عن المهارات والكوادر أبناء شعبنا في الشتات، وخصوصا الشباب الجيل الجديد الذي لهم دور في هذه اللعبة العالمية الشهيرة. إن شاء الله يعني إحنا كلجنة مساندة في الولايات المتحدة إن شاء الله يعني سوف نقوم ببحث عن هؤلاء المهارات واللاعبة الفلسطينيين الذين حققوا أرقاما قياسية يعني ممكن تأهلهم سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. طبعا اللي تقدر مثلا ان تأهلهم في دخول الأولمبيات في العالم في 2016 او ممكن بعد ذلك. الان يعني الهدف كان الاساسي طبعا من انه يعني لماذا الاتحاد الفلسطيني قام بهذه الخطة. طبعا هي خطة مدروسة منذ عدة سنوات، والموضوع انه لكي معرفة قدراتنا كفلسطينيين. يعني صحيح احنا شعب محتل، شعب نحتفل ونغضب ونقاوم، ولكن يعني لابد ان نوصل رسالة للعالم باننا شعب كباقي الشعوب، وليس فقط يعني احنا شعب مثلنا مثل اي شعب ثاني في الارض. فعلينا ان نستخدم قدراتنا وابرازها على الساحة الدولية. طبعا ألعاب القوى الفلسطيني، أو خلينا نقول الألعاب بشكل عام 26 لعبة في فلسطين، عندهم 9 لعبات اللي بيقدروا يعني يحققوا منهم شيء، ولحد الآن ما حققوا شيء حتى في 9 لعبات. فإحنا إن شاء الله يعني بدنا نبحث عن المواهب الفلسطينية، وأنا على يقين إنه شعبنا مبدع في جميع المجالات، فراح نبحث عنهم، ندخل المؤسسات والجامعات والنوادي ونتواصل معاهم على سبت ان نطلع احنا في داتا، والمقصود في الداتا سيستم يعني ان نطلع احنا في مجموعة كبيرة من هؤلاء، ونكون بتدريبهم وايصال طبعا بيكون بالتواصل مع الاتحاد الفلسطيني دائما وتسجيل فيديوهات، ورأسا ان شاء الله بس يشوفوا ان الوضع مناسب ان ممكن هذه الناس انها توصل الاتحاد الفلسطيني لقمة أو لهدف،
رأسا بيجوا وبيعملوا زي تيستينج وتدريبات، واللي بده تدريب بنعمل له تدريب زياده مشان نوصله للهدف اللي على اساس نحمل اسم فلسطين عاليا ان شاء الله. يعني احنا طموحنا في 2016، ولكن اخي ابو العابد يعني يعني ممكن تشوف 2020، بس احنا شغالين ان احنا نلملم الكدرات فلسطين. ما شاء الله. طيب استاذ ابراهيم هنيه، لربما اصبحت تعرف مقامات الشعوب بأدائها، بثقافتها، بفرقها الفنية التراثية ومنها الرياضية لتعبر عن نفسها بين الأمم، ليس فقط القوة العسكرية وقوة الجيش وهكذا، إنما قوة الشعوب نابعة من داخلها من أهلها، فكيف لهذه الناحية الرياضية الهامة أن تكون ممثلا لهذا التراث العظيم دولة فلسطين في كل مكان وكل زمان وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ أول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بحيي طبعا أخوان المشاهدين وأبناء فلسطين أينما وجدوا، وطبعا الآن قطاع غزة صدقا هو اللي بيتحكم في وضعنا الحالي، فبنوجه الشكر لأهلنا اللي صمدوا في قطاع غزة. الرياضة جزء أساسي من مكونات الشعوب. في الشعب في العالم إلا الرياضة موجودة عنده في داخله. الآن في قضية الأولمبياد كان في توجه وواضح جدا أنه حقق نجاح خلال السنوات الماضية لأنه نصبح جزء من الأولمبياد في العالم. الآن الشعب الفلسطيني موجود، طبعا مش هنشرح عن شعبنا الفلسطيني ولكن هنعطي واقعنا، موجود جزء في الضفة الغربية وجزء في قطاع غزة وجزء آخر في مخيمات اللجوء، وفي خلينا مثلنا احنا المهاجرين الموجودين في أمريكا وفي العالم. هذه الناس نتيجة الاحتلال الصهيوني اتوزعنا. سيتم بقوم اتحاد فلسطيني، اتحاد ألعاب القوى، بالطلب بتشكيل لجان مساندة في العالم، تعني انه هنالك اصرار على انه شعبنا في كل انحاء العالم يشارك شعبنا في الداخل. الالعاب الاولمبية جزء اساسي. زي ما بيقول انسان فلسطيني بيعيش في امريكا او مولود في امريكا او مواطن امريكي وعنده مهارة عالية ممكن توصله للاولمبياد في العالم، ولكن في فلسطين ما في هاي الإمكانيات، هذا الشخص ممكن جدا إنه يتم تقييمه وعرضه على اللجنة الأولمبية ليشارك فيها. قناعتي في الرياضة بشكل رئيسي إنه أي شعب في العالم جزء من نهضته القضية الرياضية. الرياضة جزء أساسي مثلها مثل أي نضال آخر لأي شعب لا يحقق طموحاته، ونحن كشعب فلسطيني ان شاء الله بنحرك. استاذ نبيل هنيه، سؤال لحضرتكم الطيبه، اشتهر، اسف سامحني على هذه السلبيه ولكن جاوبني بايجابيه لو سمحت، اشتهر عن الشعب الفلسطيني انه شعب ارهابي، شعب سيء، شعب يريد قتل الناس واطفال، فكيف تفند ذلك بانه شعب من شعوب هذا العالم الانساني المتعلم المثقف الذي يجهله هذا العالم الغربي عن ماهيه طبيعه الشعب الفلسطيني الى متى؟ اولا اتهامنا بالارهاب، للاسف السيطره الصهيونيه على الإعلام في العالم وضعت كل فلسطيني أنه هو إرهابي، بمعنى في عنا الدكتور أكبر جراح في العالم في أستراليا وهو دكتور فلسطيني، فتحاول أن تمسح تاريخ شعب بكامله. إحنا مش إرهابيين، ودليل أنه مش إرهابيين أنه هينا موجودين في كل العالم. أما حق الشعوب في الدفاع عن نفسها لا يسمى إرهاب، بل مطالبة بالحرية. والاتهام إن بأننا إرهابيين أعتقد فنبناه، وأعتقد سنواجه العدو الإسرائيلي في كل مكان وحيظل يتهمنا إرهابيين، ولكن نحن نعرف أنه نحن شعب حقنا بالحرية. وحاطي مثال بسيط، إحنا بنعيش في أمريكا وكثير من أصدقائنا الأمريكان من الجاليات الأخرى يفكروا الحرب بيننا وبين إسرائيل إنه إحنا
حرب حدود، احنا قاعدين ببلد وهم ببلد واحنا بنهجم عليهم على الحدود. حتى سيت ما تيجي تشرح لهم انه انت تحت احتلال اسرائيلي يفاجئوا، شو اللي قاعد تحكي لنا اياه؟ بيعتقدوا انه دوله قائمه احنا وبنحارب اسرائيل في قضايا الحدود. فمهمه كل فلسطيني اب او ام او طالب انه يفهم المجتمع الغربي اللي بنعيش فيه انه شعبنا في الداخل اصحاب حق وليسوا ارهابيين. الارهابي هو الجيش الصهيوني اللي فعلا سيتم عاجلا ام اجلا محاكمه قيادته كمجرمي الحرب على الجرائم اللي اقترفها بحق شعبنا الفلسطيني. طيب الاستاذ الكريم ناجح الزغلول، هناك الألعاب القوى التي تتباهى بها الشعوب والدول فيما بين بعضها البعض، ما هي الألعاب الآن؟ ربما ذكرت 9 بالنسبة لشباب وشابات وناشئات وأطفال ورجال ونساء الشعب الفلسطيني، ما هي الألعاب القوى التي قائمون عليها في الوقت الحاضر بسرعة؟ والله ألعاب القوى أخي أبو العبد كلام للمستمعين، يعني هي 26 لعبة بس نقدر احنا نحطها في تحت مسميين اثنين اللي هم المضمار والميدان. بنيجي على المضمار، المضمار بتعلق في سباق ال100 متر وبنتهي في سباق الماراثون اللي هو 28 مايل، ببلش في ال100 متر وبنتهي في الماراثون. هلا بتيجي على الميدان، الميدان طبعا اللي هو رمي الرمح، رمي المطرقة، رمي القلة، وعندك القفز بالزانة والقفز الطويل، ويعني بتفرع، هذول هم الرئيسية يعني، بس كل واحد يعني له مقاسات بس هذول هن تقريبا الألعاب الرئيسية. طيب أستاذ إبراهيم، كيفية الاهتمام من قبل السلطة الفلسطينية أو السلطة في غزة اتجاه الاستثمار في 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 الألعاب الرياضية؟ لربما يكون استثمار في المستشفى، في الطب، في تعبيد الطرق، في بناء المدارس، أو لربما يكون أخف استثمار، هل هي لتقليل قيمة هذا المبدأ أو هذه الوسيلة لنشر الثقافة الفلسطينية أو العربية أو الإسلامية، سميها كما شئت، اتجاه دول العالم؟ لماذا نقلل بعض الأحيان من حجمها وهي مهمة عظيمة وكبيرة؟ تفضل. حقيقة إذا بدنا نحكي عنها، خلال السنوات الماضية حققت الرياضة الفلسطينية معجزة، وهي لازالت تحت الاحتلال شعبنا، فاستطاعت أن توصل وتدخل الألعاب الأولمبية، وهي قضية مش سهلة، واستطاعت تقدم شباب فلسطيني يشاركوا في الألعاب الأولمبية، وطلبها للجان المساندة جزء أساسي، دليل على اهتمامها في الرياضة كأحدى أدوات الصراع ضد كمان عدونا. نجاح شعبنا وتحقيق دخوله في الميدان الأولمبي، نتائجه حتنعكس في أنه عندنا جيل كامل مثقف وواعي ورياضي ويلعب باسم فلسطين. وحنحكي أتصور إذا مش مخطئ أنا تجرب الشهيد محمود درويش، كان يلعب بالأولمبياد الإسرائيلي وطلب منه رفع العلم، فأسقط العلم وغادر الأولمبياد وغادر طبعا أرضنا بال 48 وانضم للثورة الفلسطينية. فكانت هذه القضية كتير حساسة عنده انه هو يلعب تحت دولة معادية، لانه هو رياضي وقدير. فبوجهة نظري السلطة الفلسطينية بالرغم من الاوضاع السيئة اللي بعيدة شعبنا، من الناحية الرياضية عم تحقق معجزات حقيقة، انه تعتبر معجزات، وان شاء الله بنشوف هذه المعجزات مع قيم السلطة الفلسطينية. طيب بالنسبة لهذه المعجزات أو تحقيق المباريات، الأستاذ ناجح الزغلول، كم عدد المباريات التي دخلها الاتحاد الفلسطيني وإلى أي مستوى وصلوا في هذه البطولات؟ وخصوصا يعجب السامع الآن، أوبس، أهل فلسطين وصلوا الأولمبية، ياس وصلوا. تفضل مشكورا. شكرا يا أستاذ أبو العبد على هذا السؤال. حقيقة شارك الفلسطينيون في عام 1996 في أتلانتا، طبعا وصلنا يعني رفعنا العلم بس ما حققنا شيء، بس هذا إنجاز بالنسبة لنا، يعني رفعنا العلم الفلسطيني في أتلانتا جورجيا، وأعتقد صار وقتها من المشاكل.
شارك الفلسطينيون في سيدني في استراليا عام 2000 كذلك للأسف الشديد لا شيء ما حكفني شيء. أولمبيات أثينا عام 2004 لا شيء. أولمبيات بكين في الصين 2008 لا شيء. طبعا في 2012 وصلنا تقريبا يعني اللاعب ماهر أبو رميلة فلسطيني من القدس وصل يعني في الجود الكاراتيه وصل تقريبا يعني يعني أخذ شيء بس يعني شيء رمزي بس يعني لم يصل لا لميدالية ذهبية ولا وصلنا مرحلة بعد ذلك. فهذا هو يعني تقريبا نأمل إن شاء الله يعني never know إن شاء الله نلاقي ناس على قد مهارات إنه ممكن 2016 نحقق شيء يعني ممكن لاعب واحد برفع اسم فلسطين. فإن شاء الله يعني إحنا الآن بدنا نكون بتشكيل لجان ونشتغل على الموضوع نبحث وإن شاء الله بنلاقي ناس لاعبين لهم أرقام يعني مقاربة للأولمبيات. طبعا إحنا مش بس الأولمبيات يعني إحنا 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 طموحنا الأولمبي الفلسطيني. طيب. هذا هو طموحنا. أستاذ إبراهيم جزاك الله خير. أستاذ ناجح. أستاذ إبراهيم الحقيقة أرض أمريكا أرض خصبة للعمل وللتنافس في كل المجالات، وكثير من أصحابنا أبناء الشعب الفلسطيني أو المغربي أو الجزائري أو الأردني أو الخليجي هنا يتنافسون في دخول فرق أمريكية على مستوى عالي على مستوى الولاية أو المدينة أو الكاونتي أو حتى على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية. هل من تخطيط بالنسبة للاتحاد المساند لألعاب القوى الفلسطيني باستقطاب هؤلاء الشباب الذين يتيهون ويضيعون ولا يدرون أين طريقهم ولا ربما مهاراتهم تضيع سدى بدون استغلال بدون استثمار؟ هذه مصيبة والله توقع على عاتقكم. فكيف نخطط لهذا وكيف ننجز وكيف نصلهم في كل الولايات المتحدة الأمريكية؟ تفضل. حقيقة ضمن مشاريعنا الآن باللجنة اللي شكلت وكنت أتمنى الأخ علي الدكتور علي يشارك في هذا الموضوع والأخ سامي مهدي يكون جزء من هذا الموضوع والنقاش فيه، ولكن نخليها لفترة قادمة إن شاء الله. إحنا ضمن المشاريع الآن سنقوم بالاتصال في جميع المدارس في جميع المؤسسات في جميع المعاهد على مستوى أمريكا. هنبدأ في شيكاغو ولكن بدأنا هنكون عندنا وجود في كل الولايات اللي فيها تواجد لجالية فلسطينية لنشكل فرق مش هنقول أولمبية، فرق فلسطينية عربية بتلعب في الولايات اللي هي فيها، ومنها الأخوان اللي بيكونوا بيحققوا أرقام قياسية وأبنائنا، لأنه هنتفاجأ قديش عندنا حجم أبناء فلسطينيين عندهم أرقام قياسية يفخر فيها الشعب الفلسطيني. هذه الناس يتم ترتيب موعد مع اللجنة الأولمبية الفلسطينية إنه تيجي على أمريكا هون وتبقى